اهلا بحضراتكم من جديد بعد الفاصل، وطبعا مستمرين في الحوار والحديث مع الاستاذ عصام شلتوت مدير التحرير او رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع. استاذ عصام، كنت بتكلم على استقبال السفير المصري طبعا معالي السفير شريف عيسى لبعثه فريق النادي الاهلي في جنوب افريقيا، والراجل بصراحه قايم بمجهود كبير جدا من قبل حتى البعثه ما توصل الى جنوب افريقيا. ده حال بعثاتنا الدبلوماسيه الحقيقه، او ده حال بعثات بتاع الدول التي لها باع وتاريخ وحاضر ما شاء الله، وبالتالي ده بيمثل نوع من الدفء. البعثه تشعر باكرام وفادتها، البعثه تشعر بان سفارتها حاضره في الميعاد زي ما حضرتك قلت في التكتيك اساسا لقبل الذهاب، يعني مرحله ما قبل الذهاب، ده ساعات قبل ماتش اللي هو بنسميه ماتش اللي هو ان، يعني اللي بيبقى عندنا لما بيطلب شرايط، لما بيطلب لقطات، لما بتطلب معلومات، حتى الجزء الفني ده عفوا السفارات بتمد ايدها فيه ايضا، يعني ده حقيقي على طول يقول لك انا ودي عاده مصريه عبقريه قوي، يسجل لك ماتش كبير مثلا للفريق اللي هتلعبه وحاجات زي كده. وبالتالي لا، لازم طبعا نشكر وزاره الخارجيه بكل منسوبيها، وفي القلب طبعا اللي حاصل دلوقتي في سفارتنا في جنوب افريقيا استاذ السفير شريف عيسى. ده حتى وصل الامر كمان فكره ان كان في اجتماع امني امبارح بخصوص شكل الحضور الجماهيري والتنظيم والدخول وترتيبات وصول الاوتوبيس وحفلات النادي الاهلي لملعب لوكاس موريبي اللي هيستضيف المباراه. طاقم السفاره كان موجود حتى في الاجتماع الامني طبعاً، في التنسيق حتى لحضور الجاليه المصريه والاتفاق على العدد اللي هيحضر من حوالي من 100 الى 200 من الجاليه المصريه والجماهير اللي ممكن تسافر حتى وتصل صباح يوم الجمعه القادم. بالظبط كده. صحيح. فالدور كمان قايم في مرحله لا يعني كل الامور اللوجستيه والامنيه المتعلقه بالبعثه. كله شغال، كل يعني ومستشارين السفاره وكل، يعني لو تخيل ان هناك اعلامي واحد، اذا كان اعلامي واحد هتلاقي السيد المستشار الاعلامي طول الوقت موجود بيتعامل وكانه في باص من الاعلاميين. لا، الحاله المصريه في مساله وزاره الخارجيه لها تاريخ عميق يعني، وبالتالي كل بروتوكولاتها اصلا مع الضيوف بتبقى شيء كده رائع وشيء لك فخر بيه، فما بالك اما بيبقى الموجود هو ممثل مصر او احد انديتها او احد فرقها الرياضيه او حتى فنانيها. قوتنا الناعمه يا استاذ محمد. طيب، الشيء بقى المعتاد واللي بيبقى دايما حدث مميز كده لما بيبقى مع البعثه في اي رحله خارجيه خارج مصر، تلاقي دايما كده السفير ومنزل السفير بيستضيف البعثه طبعا قبل المباراه او حتى بعد المباراه حسب الظروف، والعشاء بالمصري رغم ان انت مش عايش هناك، مش هتقعد سنه ولا شهرين، بس بتشعر كده انك جاي تاكل اكله مصريه، بيت مصري في بيتك. الله عليك يا محمد، في بيتك، في بيت السفاره، في بيت السفير، هو بيتك. وبالتالي لا، حاجه حميميه جدا جدا. لكن عشان الجمهور يبقى عارف، غالبا ما بتروحش يعني اللاعبين في منتهى التركيز، بيذهب باقي افراد البعثه، ممثلين عن الجهاز الفني يجوز، عن الجهاز الاداري يجوز، لكن اذا كان هناك بطولات يعني المباراه النهائيه مثلا، ممكن عقب المباراه ان شاء الله رب تكون في اي بلد، هتلاقي السفاره مش هتسيب التيم الا لما يجي كله بقى بالشباب باللعيبه بكله يحتفل. بتبقى من امتع اللقاءات طبعاً، وامتع اللقاءات حتى في طبعاً اي رحله، بقلب مفتوح وبنقاش مفتوح وبتبادل اراء وبيشيل عنك يعني بيغسل لك ايام التعب اللي قبل هذا العشاء ويحفزك للقادم من عمل. عارف يا استاذ عصام كمان في فكره ان لو مأدبة العشاء واللعيبه هتبقى موجوده، اللعيبه بتستنى اللحظه اللي زي دي، انت عارف بتبقى خمس ايام بقى ملتزم بنظام غذائي. ايوه، والماتش في حاله لما بيحضروها بتبقى فرصتهم، بتبقى فرصه عظيمه. والبعض احيانا على فكره، وده يمكن 99% لما بتبقى بقى زي ما قلت لك بعد المباراه في وقت، بيبداوا هم نفسهم الساده السفراء ومنسوبي يعني سفاراتنا يسالوا هم الرجاله عايزين ياكلوا ايه. بالظبط، شوف الدلع بقى.